اتكلم فيها مع حضراتكم ان هناك فارق كبير جدا 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 ما بين تزييف الحقائق وان انت تحافظ على سرية اصابة لاعب. بمعنى ايه؟ بمعنى ان مؤمن زكريا احد لاعبي النادي الاهلي وسيظل دائما في قلوب كل الاهلاوية بالمناسبة مؤمن زكريا. ان انت تزيف الحقائق انت حر لان انت ما تعرفش اي حاجة، ولكن ان انت تبقى عارف الحقيقة ومش عايز تقولها نظرا لان اللاعب نفسه ما كانش عايز يتكلم في هذه الامور، دي حاجة تحترم وحاجة الناس بتقدرها وحاجة من المفترض يعني ان الناس المحترمة بتقدر هذه الامور. فان مؤمن زكريا ما يكونش عايز يتكلم في امر اصابته اللي بقالها اكتر من 6 7 شهور او من اكتر من 4 5 شهور وبيتخذ النادي الاهلي او مجلس ادارة النادي الاهلي قرار بان مؤمن يكون موجود ويتم صرف كل مستحقاته وان مؤمن يتم علاجه على حساب النادي الاهلي، وان انت ما تعلنش واشمعنى بتعلن دلوقتي. يا جماعه لازم الناس تفرق، الكل لازم يفرق ما بين زي ما قلت لحضراتكم ما بين تزييف الحقائق وان انت بتحافظ على سريه اصابه لاعب. هو عايز كده، بتحترم رغبه اللاعب، انت كمجلس اداره بتحترم رغبه اللاعب. محدش اتكلم في الموضوع ده لان كلنا كنا عارفين، كل لاعبي النادي الاهلي القريبين من مؤمن وكل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي كانوا عارفين، واحنا هنا في القناه كنا عارفين. ولكن عندما انا طلبت شخصيا ان يتم الاعلان عن هذا الموضوع اتقال لي دي حاجات خاصه باللاعب واللاعب مش عايز يعلن. الموضوع بسيط بدون اي تزييف للحقائق وبدون اي ما نتكلم في اي امور اخرى. القرار اتخذه مجلس اداره النادي الاهلي من شهرين وشويه بناء على البيان اللي طلع من مجلس اداره النادي الاهلي او الخبر اللي احنا قريناه من يومين ثلاثه. ف النادي الاهلي طلع او قال الخبر ده امتى؟ اتقال عنه الخبر ده امتى؟ اتقال عنه الخبر ده لما مؤمن طلع مع مهيب واتكلم في حلقه الناس كلها شافت ان مؤمن محتاج مسانده معنويه وكل شيء. الناس كلها شافت كده، الناس كلها شافت الاهلاويه تحديدا شافوا ان مؤمن بيحتاج الى مسانده معنويه كبيره جدا، وهو ده اللي حصل. المسانده اللي حضراتكم شايفينها من كل جمهور النادي الاهلي ومن كل جمهور مصر، الحقيقه الواحد برضه لازم يقول الحقيقه، من كل جمهور مصر ولكن من جمهور النادي الاهلي خاصه ان انا اروح له البيت واقف عند البيت واشجعه واقف معاه، من كل الدعم اللي ظهر على جميع اللاعبين. تخيلوا حضراتكم ان في البعض، وانا قريتها على تويتر وعلى الفيسبوك، ان في بعض الاشخاص طلعوا واتكلموا قال لك الله اشمعنى دلوقتي اللعيبه طلعت تساعد وتدعو مؤمن زكريا. اللعيبه كانت ساكته الفتره اللي فاتت بناء على رغبه مؤمن زكريا نفسه، مش بناء على رغبتي ولا بناء على رغبه فلان ولا علان، لا بناء على رغبه اللاعب نفسه. واحد هو نفسه عايز، ما كان محتاج ان هو ياخد وقت شويه يفكر في حياته الفتره اللي جايه والاصابه الفتره اللي جايه، ولما اتخذ القرار ان هو يطلع ويتكلم في هذا الموضوع خلاص الدعم لازم يبقى واضح. هو ده الفرق ما بين النادي الاهلي واي حد تاني. النادي الاهلي ما بيزيفش الحقائق، ما بيطلعش يضحك على الناس بكلمتين، ما بيستغلش الموقف ويطلع يعمل بطل فيه، ما بيستغلش الموقف ويطلع يعمل بطل. كابتن خطيب سهل قوي كان يطلع بعد ما يتم اتخاذ مجلس قرار مجلس اداره يقول لك احنا هنعالج وهنقف وهنعمل، ولكن احتراما لرغبه اللاعب وخصوصيه اللاعب واصابه اللاعب لم يتم الاعلان عن هذا الموضوع. احنا مش جايين نعمل شو اعلامي ولا منظره على حد. محدش داخل يعمل منظره على حد ولا يقلب مجلس اداره او جمهور على مجلس اداره، ما عملناش احنا في الكلام ده يا جماعه، قلت لحضراتكم ان احنا عمرنا ما هننزلق الى هذه المنطقه. منطقتنا معروفه، الاحترام، الرقي، الاخلاق، الادب. هو دي هي دي المنطقه اللي هنتكلم فيها على طول، قول زي ما تقول، واشتم زي ما اللي عايز يشتم يشتم، واللي عايز يقول يقول، واللي عايز يتكلم في اي حاجه يتكلم فيها. ولكن سوف يتم الاعلان عن اي شيء بخصوص حاجه لو فيها اصابه الا
لن يتم الإعلان إلا بعد إبداء اللاعب رغبته في أن يتم الإعلان عن هذا الموضوع، إصابة زي إصابة مؤمن يعني. لكن الإصابات التانية الخلفيات والأماميات والضمة والكلام ده كله، ده طبيعي جدا إن كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة يطلع يعلن عن الإصابة، ده شيء طبيعي. لكن حد مش عايز يتكلم في إصابته، نطلع إحنا نتكلم ونزايد عليه؟ عمرها ما هتحصل، عمرها ما هتحصل، وعمرنا ما سمعنا هذا الكلام في النادي الأهلي، وعمرنا ما اتكلمنا بهذا الشكل، وعمرنا ما هنتكلم بهذا الشكل. ولكن